كازونات تريكو اللي لبسته شويه امس بالفريق حطني فخمت مش في بالي الدنيا سخونه يا اخي. شريت حاجات معناها جبت معايا حاجات سخونه يعني فهمتوا كتريكوات صوف وكل الحين لقيت الدنيا تشعل. اما الحمد لله اني جبت تريكوات هكاك خاطر في الليل تبرد برشا مي كنت لازم لي حاجه هكا فهمتوا حاجه نصيه خاطر تفغم الدنيا في بالكم. تو قاعده نعفي الاكران وبالتراب تقول نعفي قماش جوست لازم نعمل اكران على جال الشمس سينو كل شيء مريقل. الحمد لله والله طبيعه وحياه ودنيا قسما بالله حاجات اخرى والله عمري ما عشتها اوبسلي. اكيد راكم تشوفوا معايا في الحاجات الجديده اللي اكتشفناها مع بعضنا. ان شاء الله راكم تسمعوا في صوتي قاعده نحكي بشوي خاطر نقول شويه اللي مجنونه قاعده تحكي في خيمه وحده وحتى كاين يعني قالوا. اما كاكا حاولت تنشر نعمل قهوتنا ونقعد مع الجروب بتاعنا دور جبتونا هذاك الشيء اللي شنو معجون هذاك سكر هذاك ستارت هذاك خبز اما هذا شنو يدير يا رب ولا شنو ولا قهوه هذا ظهر لي رب ما نعرفش انتم كيف تعرفوها وينها تو بعد نعرف. المهم كاين لازمنا نعبوا الماء حاجة خاطر الماء يبقى يمشي 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 وبعد يحبس دونك نبقوا حابسين احنا نجمو نغطي يدينا لحد شيء دونك غادي كنا نعبوا في الواحد وتو حتى الماء ذا يبقى يمشي قلنا باش ما يمشيش خسارة نزيد نعبوا البازين هذوكم خاطر يستعملوهم حتى للتطيب. من منيت من منيت من حدث من حار كل دد كل دد دق دقت دق دقت لي باش انا مش هديش التليفون صورت حاجه على خاطرني خطيت راح نشارجك كما قلت لكم نخدم كل مره نختار بلاصه باش نشارج فيها حاجه باش ما نسوجوش جوجنا مع الناس الكل كل مره نختاروا دار وحانوت. جينا اتغدينا يعني مع بعضنا نوريكم ديجا الاجواء وجابوا لنا هكا رايب وكل هاريكم طيب وهكا وحده كبيره يعني فيها عجه الناس كل قاعده تاكل وقاعدين يغنوا جوج مع منتوزر اللي هما عندهم عرض تاو وش نفرجوا في العرض متاعهم وقعدنا وحكينا وضحكنا. المهم اجواء 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 مش نورمال نصلي على النبي. يوم قعدنا هنا كي اللي جاينا جينا نعملوا الغداء متاعنا كلينا كالعجه هذيك اما بقينا جعانين يا اخي هات نعملوا بريئك. باهي بريكيتنا طابو هو قبيله وحلنا خاطر النار كدس اقسم بالله فيسع فيسع يتيبو وشوفوا المنظر اللي قدامنا طاب شنو فطرالي هذوكم الخيم ديجا قايلنا فيهم وكلنا فيهم ديجا شفتوهم هذوما بريكيتنا خير ميسيت وانا رجلي بالجلدوش ونمشي فوق الرمله وايدي بالجلدوش دونك نيفر مايند. حابه نطيب طبيخ دونك لازم نمشيو لقراع وخضره وفازيت ونجو هنا ديجا هي البلاصه بعيده لازمنا دونك نشوفوا كيفاش باش نجو لازم نحبسوا الكهرباء يعني ولا كميونه ولا فازه باش توصلنا. ديجا اكيد راكم شفتوا في الفيديوهات اللي قبلها كيفاش مره ركبنا مع كميون الحمايه مره ركبنا كل مره ركبوا مع كهرباء. المهم دونك لازم نشوفوا كيفاش نجو باش نربحوا الوقت خاطر بعيده كما قلت لكم اكاهو. ومن بعد كيف كيف عندنا عروض يعني في الأربعة ونص ومن بعد عندنا في السبعة في الليل باش ندير يا سبعة شنو انا بالضبط والله نسيت. المهم هاكم معانا ان شاء الله ان شاء الله يبدو الفيديو قاعدين يعجب فيكم ان شاء الله تبدا الاجواء قاعده تعجب فيكم. انا خارجين تو ان شاء الله ان شاء الله نلقوا كهرباء توصلنا. اسمع في صوت كهرباء
بلاير. ايه بهاي لحظة بره. هاي شي هاي. بيتو ماشيين المدرسة قالوا لنا ان الندوة العلمية في المدرسة. تعرفوا متنا بالتعب من قبل احنا قاعدين محلقين يا اخي. انا نجون نتكو شوي نمد ظهري نرتاح شوي. هبه تحبه؟ نو ميرسي. يعني قايلنا رحنا طلعت بالطقس على الخيب على الاخر وروحنا طلعت تو هنا تدبرنا كرم باش نمشي اما هكا وي ريتاير شوي. مشينا شنا حاجة ناوشوها حتى راحت غمغمت غمغمت بالعجيج وبالفوليوم بركة بالعجيج وبالسخانة روحنا طلعت حبيت نتناوش الحق. حسيت روحي دايخة اليوم مدنا بالسخانة. باي باي باي. شوفوا شوفوا ال الحفر جاي جاي بجاي يزو.